بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لكم برنامج صغير ومجاني لعمل تأثير مائي على الصور، أو عمل انعكاس للتأثير المائي على الصور. أقدم شرح بسيط للبرنامج وبعد ذلك ننتقل إلى موقع التحميل. البرنامج يأتي في مجلد على هذا الشكل، فقط نقوم بفتحه ثم نختار هذا هو الملف غوفلي، حجم الملف 555 كيلو بايت، فقط نضغط عليه ثم نضغط على Execute أو Run إن كان بإنجليزية. إذن كما تلاحظون هذا هو البرنامج، بسيط جدا. لفتح مشروع جديد نضغط على Open ثم نختار الصورة التي نرغب في عمل التأثير عليها. كما تلاحظون هو الآن أعطاني الصورة وأيضا الانعكاس، كأن الطفل الصغير يقف على مرآة هنا. إذا لعمل التأثير فقط نضغط على هنا Animation. كما تلاحظون الآن التأثير يتحرك كأن الطفل يقف على بركة مائية. من هنا Images يمكننا التحكم في عدد النسخ التي سوف نحصل عليها من بعد كل عملية حفظ للمشروع. أقل عدد من النسخ التي يتيحها لك البرنامج هو نسختين، وأقصى عدد هو 30 نسخة عن كل مرة تقوم فيها بالحفظ. أيضا من هنا يمكننا التحكم في طول الانعكاس كما تلاحظون. إذا نأتي إلى الحفظ، نضغط فقط على Export. يمكننا حفظه على شكل صورة أو حتى على شكل فيديو، لكن الفيديو يظل يعني محدود، لا تتوقع فيديو بمواصفات عالية أو شيء من هذا القبيل، فيديو بسيط جدا. إذا نقوم بحفظه على شكل صورة مثلا، فقط نختار من هنا الصيغة التي نشأ في الحفظ عليها. هنا صيغة الـ BMP والجي باج، هاتان من أنقى صيغ الصور بالإضافة إلى صيغة الـ PNG بطبيعة الحال. أيضا عندنا صيغة GIF، هذه الصيغة تستعمل أكثر على الصور المعدلة بالبرامج. ثم عندنا صيغة الفيديو، فيديو كليب AVI، نختار صيغة JPEG مثلا. من هنا يمكنك التحكم في دقة اللون، الأفضل أن تترك على الخيار الافتراضي للبرنامج، هذا الخيار اترك على ما هو عليه، فقط اختار مثلا JPEG. ثم من هنا يمكنك اختيار، فقط لو ضغطت على الخيار الأول سوف يعطيك فقط عند الحفظ فقط الجزء الثاني أو الانعكاس فقط دون الصورة الأصلية. أما إذا أردت الصورة الأصلية مع الانعكاس فتختار الخيار الثاني، ثم بعد ذلك نضغط على OK. نختار مكان الحفظ كالعادة، إذا سطح المكتب بيغو، ثم أضغط OK. كما تلاحظون أعطاني نسختين هنا، نقوم بفتح. هذه هي الصورة كما تلاحظون. يمكنك أيضا الحصول عليها في صفحة HTML أو في صفحة ويب، صفحة عادية للموقع بلغة HTML. فقط نضغط على Export ثم نضغط على Animated GIF، نقوم بحفظها على صيغة GIF ثم أضغط على OK. ثم تسميها بما شئت كالعادة، أختار Enregistrer أو Save. هنا تلاحظون أعطاني هذا الخيار، Do you want to create HTML page for test؟ أضغط Yes. إذن كما تلاحظون فتح الآن الصورة في صفحة ويب، وهذا هو مسار الصورة. تلاحظون الصورة تتحرك. إذن نذهب الآن مباشرة إلى موقع التحميل. إذن هذا هو موقع التحميل Softpedia بطبيعة الحال، وهذا هو اسم البرنامج غوفلي 2.6. فقط نضغط على إحدى هذه النوافذ للتحميل. إذا هذا كل شيء، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله.